أهلا ومرحبا بكم طلابي طلاب الصف الثاني عشر لمادة التربية الإسلامية. ها نحن طلابي نلتقي من جديد للحديث عن موضوع جديد من موضوعات التربية الإسلامية، والمعنون بموقف الإسلام من التلوث البيئي. طلابي الأعزاء، نقول بأن الله عز وجل قد سخر كل ما في الكون للإنسان وهيأ له أسباب ذلك لكي يتمكن من تحقيق الغاية التي خلق من أجلها، وهي عبادته وعمارة الأرض. وقد أوجب الله سبحانه وتعالى على الإنسان الاهتمام بالبيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية مثل الهواء والماء والنباتات، فقال الله: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. لذلك طلابي نلاحظ أن الإسلام قد أولى الموضوع البيئي عناية كبيرة. فما هي الموارد البيئية؟ الموارد البيئية طلابي هي مكونات البيئة مثل الماء والهواء والمعادن وغير ذلك على هذه الكرة الأرضية. لذلك هناك مظاهر لعناية الإسلام فيها، منها المحافظة على الموارد البيئية، الدعوة إلى الانتفاع بالبيئة وأن تكون غير ملوثة، النهي عن الإضرار بالبيئة كما تشاهدون في الصورة التي أمامكم. لذلك قال الله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أيضا هنا بهذه الصورة يعني يبين لنا الجانب البيئي الجميل والجانب البيئي الذي فيه نوع من الأضرار التي تقع على الإنسان. لذلك قال الله عز وجل: وإذ تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد. واضح بهذه الصورة كيف هناك فساد في الموضوع البيئي على الكرة الأرضية. لذلك وجه الإسلام الحد من التلوث البيئي، فالحد من تلوث المياه، الحد من تلوث الهواء من المصانع، من القمامة في مياهنا وغير ذلك، الحد من تلوث التربة ومن خلال استصلاح الأراضي، مكافحة التصحر وغير ذلك من الموضوعات البيئية. أيضا هناك التلوث السمعي، والتلوث السمعي طلابي هو ناتج عن الضوضاء مثل الأصوات المزعجة غير المألوفة، وهو ينشأ بفعل الوسائل التي تحدث ضجيجا مثل مشاغل ورشات العمل، آلات الصناعة والزراعة وأبواق السيارات والطائرات والقنابل والانفجارات الضخمة، مما يؤثر سلبا على حياة الإنسان على هذه الأرض. لذلك قال الله عز وجل في كتابه العزيز: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. إذن طلابي نستخلص من درسنا أن الإسلام يقدر الحرص على البيئة والعناية بها، أيضا الإسلام يحافظ على البيئة بكل أنواعها لأنها تخدم البشرية وتخدم الإنسانية. هذا طلابي مجمل حديثنا عن مادة التربية الإسلامية. شكرا لحسن استماعكم، على أمل اللقاء بكم بإذن الله عز وجل بدرس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية والمعنونة بسورة النحل بإذن الله عز وجل. شكرا لكم طلابي، ودمتم برعاية الله.